مثل ما عودناكم ببرنامج جاري الأمل متابعة الحالات الإنسانية اللي موجودة بمحافظة البصرة تحديدا. اليوم احنا بمنطقة الموفقية بيت أبو كرار. طبعا أبو كرار يعاني من سمنة مفرطة 210 كيلو، واللي نعرفه انه يعني حالته او حالته صحية تعبانة. فخلنا نسمع قصة أبو كرار شنو. السلام عليكم. والسلام عليكم أبو كرار، شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ والله ماشي. شقد وزنك أبو كرار؟ 210. 210؟ 210. شلون يمتى آخر مرة وزنيت أنت؟ يمتى؟ كذا فترة وزنت 210. شلون طريقة الوزن؟ شلون وزنت يعني؟ يم الدكتور على الدواء. ها يم الدكتور على الدواء. أبو كرار يمتى بدأت عندك هاي السمنة المفرطة؟ 63. كان وزنك طبيعي؟ اي كان طبيعي. تشمس هذا بالكبد ضربت الشحوم عندي، وصار عندي رجلين تعبانة وعندي عجز القلب، بس يعني على العلاج. يعني هذا كله سبب السمنة المفرطة اللي عندي؟ اي سبب الكبد عندي والشحوم. اللي عرفت انه انت راجعت وقالوا ما صار عمليه لان رجلين تعبان عندي بيه خطوره. اي هنا عايش بالبيت؟ اجار هذا البيت شهر 200. نعم التجاوز. هو بيت التجاوز امر طبيعي، 6 اشهر اجار ما دافع. منو معيل هنا بالبيت؟ وش بجانب 14 شهر 700 يكون السبوع 100. اي يعني بالشهر 400. اي شلون مقضيها الاجار المعيشه؟ سؤال وادم الناس غيره ساعدني. انت يا مواليد ابو كرام؟ ابو 80. مواليد 80؟ اي ايش قد عندك الله يخليهم؟ عندي 5 جار. ابو كرام وضعيتك بالبيت، قومتك، قعدتك؟ والله صور شو القوم عندي، فحط يعني شوف أبحث بالقوم. طبعا للعلم يعني أبو كرار يعني قليل حكي إلا أسئلة أنا يلا جواب، لأن ما صراحة حالته الصحية تعبانة، فموضوع السمنة مأثر عليها. يعني يمتى آخر مرة راجعت بيها يعني؟ قبل 10 أيام. قبل 10 أيام شنو قالوا؟ واحد مني أمسر سويت تحاليل وهي ما. شلون رحت سويت تحاليل؟ شلون يوم دكتور رحت؟ لا يعني روحتك شلون، منو وداك؟ لا والله ناس خير خذتني، جابوا الشارع هنا الباب خذوني. يعني حالتك الصحية اللي جاي اشوفها تعبانة انه كلش يعني؟ ايه شوية تعب منك شوية، حتى من الحكي؟ ايه من الحكي هم تتعب. اي سعد فاتي شو تمشي مو تقدر لو اي بس شوي يعني. بقى جاي اشوف العكازه موجوده. اي عكازه يعني. وعربانه عندي شوي يعني ما اقدر شو اسوي بايدي. عربانه عندك كرسي يعني؟ اي عندي رجل وورم ورجلي. اكثر شخص هنا بالبيت اللي قائم بواجبك منه؟ زوجته وجاري. ابو كرار شنو اللي تريد احكي لي؟ ناس المحافظة اللي دائما تساعدني شوي، انا قاعد اجار شوي ما عندي، انا ادفع اجار ما عندي، والعلاج ماشي. علاج شنو تاخذ علاج؟ علاج مال القلب اخذ حاليا ومال السمنة. مال القلب ومال السمنة؟ مال السمنة. اي بس ما جاي يفيدني، ممكن تلعب شوي احسن لك. وبالاضافه الى تريد يعني تريد مساعده انه يعني حالتك الماديه تعبانه؟ اي الحاله الماديه ما تعبانه صفر. طبعا مثل ما يعني شفنا انه ابو كرار يعني عاني من سمنه مفرطه 210 كيلو. مثل ما شفنا وضعيه ابو كرار انه خطيه تعبان يعني وضعيته، حتى ما يقدر يكمل الحكي يعني موضوع السمنه اللي مأثر عليه، او نسميها باللهجه العاميه جاي يعني يفحط بالكلام.
ما جاي يقدر، فراح نستعين بأم كرار زوجته. أم كرار شلونك؟ هلا مرحبا لك، شلون صحتك؟ زين. أم كرار احكي لنا على وضعية أبو كرار. بعد هاي شوف حالته، هو مريض وتعبان يعني، والعالم تشتري له علاج، واحنا عايشين على الوادي يعني، مصرفني أكني الأجار الوادم، نعم الله عليها ما بقصرة. وضعيته منه اللي قايم بواجبه قلتي يعني؟ وانا اشتغل ببيت يوم يعطوني 10,000 بس هسه ما اقدر اشتغل لان عندي سوفان هالفتره ما جاي اطلع للشغل. تمام. مصدر رزقكم عيشتكم شنو هسه انتم مين يعني معيشتكم؟ على الوادم. شلون تدفعين اجار وانت الوادم تلمني، وهاي المره اشتغل عندها هم نوبات خطيه تساعدني بالاجار. نعم. اي والوادم هم ما تقصر، هذا ابو 50 هذا ابو 25 الوادم يعطوني كل شهر هم سواق. وهاي انت ايش قد عندك الله يحفظهم؟ انا عندي 5 بنات ولد. اي بنات ولد. ومن هو المعيل اللي عندكم هسه بالبيت اللي جاي يصرف على البيت؟ انا قلت لك ابني. ابني يشتغل هم يوم 10,000 المهم للاجار، بس انا اقول لك ما جاي اطلع للشغل، عندي سوفان برجلي وما اقدر، وابني هم ما جاي يلحق خطيه بوحدي. انت يا مواليد 82 مواليد 82 ام كرار، شنو اللي تريدي؟ احكي لي انت اللي تريديه، شنو اللي مناشدتك؟ انا والله مليانه من الاجار يعني، يوم اللي ما عندنا تقول المره شيلوا، يعني اهم شيء اريد لنا سكن. سكن هو لا عنده راتب رعايه لا شيء، احنا عايشين على العالم، يعني كم دوب العالم تعطيني؟ كم دوب؟ حتى مليان. الله يعينك. الله يعينك والله، موضوع صعب ومكرر حيل صعب يعني الموضوع. يعني خصوصا عائلة بصرية يعني تعاني من ضعف الحال و ملينا صاحبة بناتاني وبنات كل شيء يردن. بعد يعني شوف حالتنا يساعدني. ساعدني يعني العيداني يا وجه. محافظ البصرة تقصدين؟ محافظ البصرة. طيب العافية ويستر علي إن شاء الله، وشوف حالتنا، وإحنا حالتنا كلش تعبانة وعايشين على العالم ومالينا بس من الأجارات، وهو يوم ما عنده دواء يتخربط يعني، أنا يا هلا أروح لي نبات، الناس عندها نبات ما عندها يشتروا له علاج يضل. الله يعينك، يعني مثل ما شفتوا حالة أم كرار وأبو كرار تعبانة أمورهم يعني جدا. فرسالة يعني رسالة أبوية نقدر نقول عليها إلى محافظ البصرة سعد العيداني، أنه ينظر بوضعية هاي العائلة البصرية، يعتبرهم أهله يعني، وخصوصا بعد مناشدة مكرر اللي ناشدت يعني. أبو كرار تحب تقول شيء؟ والله شو سعد العيداني بعد هو من الفقراء، هو بعد أبونا يبكت الله يساعدني، والناس الخير تسمع صوتي يساعدني. الله كريم، شكرا جزيلا لكم.